نشرة إخبارية مفصلة من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، وضمن اللقاء إشادة بدور الجزائر الهام والريادي في إرساء الأمن الإقليمي. رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يؤكد أن الجزائر ماضية في تعزيز المسعى الإفريقي المشترك لدحر الإرهاب والوقاية منه خلال استقباله قائد الأفريكوم. السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تواصل عملية تدقيق ومعالجة استمارات الاكتتاب الفردية للترشح للرئاسيات، والمحكمة الدستورية تذكر بكيفيات تقديم الطعون في قرارات رفض الترشيحات. ضمن الجهد التنموي في المناطق الحدودية، مشاريع تنموية حيوية بالطارف ومحطة جديدة لإزالة شوائب مادة الحديد من المياه الجوفية بإليزي. بداية، استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اليوم الفريق أول مايكل لانغلي قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا. اللقاء حضره الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون المتعلقة بالأمن والدفاع بن عطو بومدين. استقبل اليوم الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول مايكل لانغلي قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام. زكريا مهوبي. مراسم الاستقبال استهلت بتحية العلم الوطني وتقديم التحية العسكرية للضيف من طرف تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي. خلال هذا اللقاء الذي حضره الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات ورؤساء الدوائر ومديرون مركزيون من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني وأعضاء الوفد العسكري الأمريكي وسعادة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، تطرق طرفان إلى التحديات الأمنية التي تواجهها القارة الإفريقية وتبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وكذا الوسائل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين. بهذه المناسبة ألقى السيد الفريق أول كلمة رحب في مستهلها بالوفد الزائر، مؤكدا أن الجزائر تواصل جهودها لتعزيز المسعى الإفريقي المشترك لدحر الإرهاب والوقاية منه، ورفعت العديد من المبادرات لتعزيز آليات التعاون الأمني الإفريقي. أود في البداية أن أرحب بكم بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي بمناسبة زياراتكم الثانية للجزائر منذ توليكم قيادة الأفريكوم، والتي تؤكد تميز التعاون العسكري الثنائي الذي تطبعه البراغماتية واحترام المصالح المتبادلة، وأخذا بعين الاعتبار المهمة المخولة لها من طرف الاتحاد الإفريقي كمنسق لمحاربة الإرهاب والتطرف العنيف على مستوى القارة، فإن الجزائر تواصل جهودها لتعزيز المسعى الإفريقي المشترك لدحر الإرهاب والوقاية منه، ورفعت العديد من المبادرات على غرار إعداد مخطط إفريقي لمحاربة الإرهاب، تفعيل الصندوق الإفريقي لمحاربة هذا التهديد، إعداد قائمة إفريقية للأشخاص والكيانات المتورطة في أعمال إرهابية، وكذا إعداد مذكرة توقيف
إفريقية. السيد الفريق أول جدد التزام الجزائر لدعم كل مبادرة إفريقية ومساندة جهود هيئات الاتحاد الإفريقي لتمكين القارة الإفريقية من مواكبة التحديات الأمنية التي تواجهها. في الأخير أود أن أجدد التزام بلادي للدعم كل مبادرات إفريقية ومساندة جهود هيئة الاتحاد الإفريقي لتمكين القارة الإفريقية من مواكبة التحديات الأمنية التي تواجهها، كما أؤكد لكم تمام استعدادنا لتعزيز تعاوننا العسكري الثنائي قصد المزيد من التشاور بخصوص السبل والوسائل المتعينة توفيرها لبلوغ بكل واقعية الأهداف الأمنية للقارة الإفريقية عموما ومنطقة شمال إفريقيا على وجه الخصوص. من جهته عبر قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا عن سعادته بزيارة الجزائر التي أتاحت له فرصة التباحث مع القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي حول مختلف القضايا الأمنية المطروحة على الساحتين الدولية والإقليمية، مؤكدا على إمكانيات طرفين لتطوير التعاون العسكري الثنائي. في ختام اللقاء تبادل طرفان هدايا رمزية ليوقع بعدها السيد الفريق أول مايكل لانغلي على سجل ذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي. في ملف رئاسية 7 سبتمبر المقبل تتوصل عملية معالجة استمارات الاكتتاب الفردية المدعى من قبل الراغبين في الترشح بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهذا للفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية إلى أجل أقصاه 25 جويلية الجاري. أحمد خير الدين. داخل هذه الخلية النشطة يشرف عدد من الأعوان المكونين من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على عملية التدقيق ومراقبة استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية. على مستوى وقعت العمليات الخاصة بمعالجة الآلية لاستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية للناخبين وللمنتخبين اللي قدموها الراغبين في الترشح يوم الإيداع اللي كان آخر يوم كان 18 جويلية. احنا لهذا الغرض كنا جهزنا هذه قاعة العمليات بنظام معلوماتي مطور من طرف مهندسي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث قمنا بتسخير أكثر من 220 عضو تقني مؤهل لإقامة السلطة بتكوينهم وتدريبهم قبل بداية العملية ومنذ يوم الإيداع اللي كان 18 جويلية إلى يومنا العمل مستمر بدون انقطاع. مراقبة مدى مطابقة المعلومات المدرجة آليا من طرف الأعوان التقنيين المسخرين على مستوى خلايا المصادقة في البلديات والمندوبيات البلدية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مع المعلومات الموجودة في الاستمارات الورقية هو ما يقوم به الأعوان التقنيون داخل هذه الخلية. أنا نقوم بمراقبة جميع الأعوان المتواجدين على الكمبيوتر، نقوم بمراقبة الاستمارة إن كانت صحيحة ثم نتم فرزها من خلال ولايات، وكذلك إن كانت هناك فيها أخطاء نتم فرزها في البوات هذو كما راكم شايفين ندين لهم لتكون للتصحيح أو غير مطابقة أو مكررة دونك، ولا اللي تكون تاني ما فيهاش لو كود كيار يتم إعادة طبع لكود كياخ. نحن هنا مسخرون من أجل معالجة ومعاينة المعلومات الموجودة على جميع الاستمارات لكل من الناخبين والمنتخبين، خاصة مصادقة وإمضاء الضابط العمومي باستعمال ليكتور كياخ. وتحسبا لموعد الإعلان عن هوية المترشحين المقبولين لخوض سباق الرئاسيات من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يصل أعوان هذه الخلية النشطة الليل بالنهار وكلهم تركيز في أداء المهام الموكلة إليهم.
في إطار ممارسة المحكمة الدستورية لصلاحياتها الدستورية في مجال دراسة الطعون في قرارات رفض الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية، تذكر المحكمة الدستورية المواطنات والمواطنين أنه في حالة رفض ترشحهم لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يحق لهم الطعن في قرار الرفض لدى المحكمة الدستورية طبقا للمادة 252 الفقرة الثانية من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمادة 56 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، وذلك وفق الشروط والأشكال التالية: يجب أن يكون المعني قد صدر في حقه قرار من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يقضي برفض ترشحه، يجب أن يودع الطعن لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية من قبل المعني أو ممثله المؤهل قانونا في أجل أقصاه 48 ساعة من لحظة تبليغه بقرار الرفض، يجب أن تكون عريضة الطعن مسببة وموقعة من قبل المعني أو ممثله المؤهل قانونا. وعن دور المحكمة الدستورية، أكد مصباح مناس في تصريح للتلفزيون الجزائري أن المحكمة الدستورية مستعدة لدراسة كل الطعون في أجل أقصاه 7 أيام قبل إعلانها عن القائمة النهائية للمترشحين. بغض النظر على حجم وعدد الطعون، أكيد أن المحكمة الدستورية في المدة التي ممنوحة لها وهي 7 أيام لكي تعلن قلنا على القائمة الرسمية، أكيد ستدرس كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بالطعون، وأيضا الملفات التي طبعا تتعرض المحكمة الدستورية للبت فيها، وأكيد أن هذه العملية ستكون أيضا متزامنة. لا ننسى أيضا أن هناك تسخير كبير للإمكانيات سواء المادية والبشرية، وحتى يعني نضيف أن المحكمة الدستورية ستستعين أيضا بمجموعة من القضاة يعني لكي يعني يكون عمل متكامل مع أعضاء المحكمة الدستورية ومع كل طاقم المحكمة الدستورية لإنجاز هذه المهمة في بأحسن طريقة وبأسرع طبعا يعني في حدود المدة الزمنية الممنوحة لها. وكما تعلمين أيضا أن المحكمة الدستورية لها صلاحيات يعني منحت لها صلاحيات كبيرة، وهي طبعا تحظى باحترام وتقدير الجميع، وفي كل الحالات من يكون له طبعا حق سيعلن يعني عنه، والمحكمة الدستورية طبعا لديها الحيادية التامة والموضوعية لكي تدرس كل ملف على حدة، والقائمة التي سيعلن عنها لن يكون هناك أدنى شك في أنها هي القائمة التي تستحق خوض الانتخابات الرئاسية القادمة. ونحو تعميم مظاهر التنمية والمضي بها نحو المناطق الريفية والنائية عبر الوطن، تتواصل جهود الدولة في ضمان أسباب العيش الكريم للساكنة من خلال جملة المشاريع المجسدة التي تمس مختلف مناحي الحياة اليومية. وفي هذا السياق نتوقف في النشرة عند تجليات هذه الجهود بولاية الطارف الحدودية، ونتحسس ثمارها بشهادة الساكنة الذين ثمنوا هذه القيمة التنموية المضافة وانعكاساتها الإيجابية على يومياتهم. مليكة بن عويشة. هنا بأقصى الحدود الشرقية إحدى قرى بلدية العيون بالطارف واد جنان، منطقة غابية رعوية استفاد سكانها من برامج تنموية تستهدف بعث ديناميكية اقتصادية محلية. فلاح في واد جنان ما بين عن جد، تلقيت الدعم من الدولة ودعمت بها من حل وراه المنتوج الحمد لله بالمواش تاعي هو الحوايج الحمد لله يا ربي. كاين الغاز، كاين التريسيتي، كاين الماء، كاين الانترنت، كاين الطريق، عندنا مستوصف. مستفيد من 5 قطارات أشجار زيتون زائد خلايا النحل، والحمد لله كاين الإنتاج، كل واحد يسترزق في أرضه، المنتوج تسويق محلي في إطار كما يقول تروح بالتجزئة مع المرافقة مع التوجيهات. آليات الدعم وتحسين البنى التحتية
مكن النساء في هذه القرية من امتهان حرف تتوافق وطبيعة المنطقة. نخدم في زيت الذر وفي زيت الزيتونة، عشابة كما نقولوا عشابة، والسلطات ثاني تاع حنا قاموا بينا، تاوعنا هنا قاموا بينا الحمد لله، ثاني داروا لنا حوايج ثاني ما كناش نصوروها، يعني داروا لنا كل شيء، داروا لنا كما نقولوا الطريق، الانترنت، الغاز، يعني الريف عطاونا، يعني الحمد لله يا ربي موفرين كلش. حبيت نعاون روحي في تكوينات، يعني تاع التكوين المهني ضمة تاع حرفي، خاطرش منطقتنا باقيه تطلع تطور كبير يعني. ولأن المنطقة حدودية تعززت بمرقد سيسهم في دعم خزينة البلدية، أما الشباب فسيجدون متنفسا في دار للشباب دخلت حيز الخدمة حديثا. ومليح المشاركة دي دارنا مع دار الشباب لهنا، وخاصة قاعة الرياضة. عجبتني دار الشباب، تحبل نجيو نقعدوا هنايا، بس قاعة سبور، رياضة، حاجة مليحة. نشكر الدولة الجزائرية اللي تولهت بينا على مناطق حدودية، مناطق نائية، انها وفرت لنا مرعب فيه الوسائل الكل. وعلى الشريط الحدودي توجهنا جنوبا إلى قرية ريحان ببلدية بوغوس. التنمية هنا وجدت الطريق بفضل برامج عديدة. قرية الريحان هنا، مشتة الريحان، الحمد لله كاينه التنمية الريفية تاع 70 مليون دعمتنا، كاين تري سيتي، كاين الانترنت. عاودت كان استفدت من 3 بقرات من وزارة الفلاح والتنمية الريفية، الآن راه منتجو، راه معادو في 12 راس، وعندي 9 روس أغنام حنا نعيدوا منهم ونذبحوا منهم في رمضان، هذوك هما عايش هذوما العايشين منهم حنايا. التنمية المستدامة لا سيما في المناطق الحدودية رؤية استراتيجية وقفنا عند ثمارها والآفاق واعدة. وبهدف توفير المياه الصالحة للشرب تزامناً وفصل الصيف، استفادت المناطق النائية بولاية ليزي من محطة جديدة لإزالة شوائب مادة الحديد من المياه الجوفية بطاقة إنتاجية تفوق 5000 متر مكعب في اليوم. إبراهيم بالخير يفصل. النسبة المرتفعة للحديد في المياه مشكل لطالما أرق سكان المناطق النائية بولاية إليزي، ولتكفله بهذا الانشغال نهائيا تم إنجاز محطة جديدة لإزالة الحديد من المياه الجوفية بمنطقة تنمري بطاقة إنتاجية تقدر 5000 متر مكعب في اليوم. إمروا الحمد لله يا ربي، وشنان غدامان ريقلين الصيفن وهوشين منا دي غارتين تورها أربو أرتاكبال تربو سلاح ويغمي أمروا غامن وتوسيرنا من أخلاني أرتوا هنا عندي قرزن يأهون دواغين يوسن دامان الصفن هوسين كنا تغرى من جو ما من حسن ودوسن دي غيها قاغنين. المشروع الذي خصص له غلاف مالي هام وضع حدا لمعاناة المواطن بهذه المناطق من ارتفاع نسبة الحديد بالمياه الجوفية، حيث يتمثل الهدف الرئيسي من لهذه المحطة في خفض نسبة الحديد في المياه من 3.92 ملغ في اللتر إلى حدود 0.3 ملغ في اللتر، وتم إنجاز هذه المحطة بكفاءات وسواعد جزائرية شابة 100%. الكاباسيتي تاعها 5000 لتر متر مكعب يوميا، موجهة لمعالجة المياه للمناطق المجاورة لمدينة إليزي. اليوم بالمحطة هذه كل سكان بلدية إليزي يستهلكون مياه معالجة ومنزوعة الحديد. محطة مماثلة استفادت منها ولاية إليزي في وقت سابق بطاقة إنتاجية تفوق 10000 متر مكعب في اليوم لتموين الأحياء السكنية بمياه الشرب. صدر بالجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي رقم 24 221 231 الصادر في 8 جويلية 2024، يتضمن 9 مواد تتعلق باستحداث مصلحة مركزية عملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة تحت السلطة المباشرة لقائد الدرك الوطني، ويمتد اختصاصها إلى كامل التراب الوطني.
خلال استضافتها في برنامج لقاء التلفزيون، أكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود أن إنشاء محافظة سامية للرقمنة جاء نتيجة للإرادة السياسية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والرامية إلى جمع المعطيات القطاعية لتسهيل اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتقريب المواطن من مؤسسات الدولة. السيد رئيس الجمهورية له يتابع شخصيا ملف الرقمنة، وكل مجلس وزراء عندي نقدم عرض عن مدى تقدم مشاريع التي تقوم مشاريع الرقمنة، خاصة اللي التزمت بها المحافظة السامية للرقمنة منذ إنشائها، وكل بين مجلس ومجلس نقدم حوصلة. يعني ما هو المبتغى من الرقمنة؟ هو أكيد تغيير تسيير من تسيير كلاسيكي قائم على الورق والحضور الى تسيير اخر قائم على الرقمنة، على التكنولوجيات. والهدف هو اكيد ارساء مبادئ الشفافيه، محاربه جميع انواع البيروقراطيه، الشفافيه، المساواه في الولوج الى المعلومه والحصول اليها بادراج الرقمنة والارتكاز عليها. احنا حنحسنوا من اداء المؤسسات والهيئات وحتى القطاع، حتى المؤسسات الاقتصادية، ويعني تحسين أدائها وإعطاء الجودة في الخدمات اللي تعطيها. شكل موضوع الثورة الجزائرية في بعضها الإفريقي محور ملتقى دولي حمل شعار الجزائر وإفريقيا ذاكرة مشتركة، مصير واحد ومستقبل واعد. الملتقى الذي نظم اليوم بالعاصمة بالتنسيق بين وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والجمعية الدولية لأصدقاء الثورة الجزائرية يعد سانحة لاستحضار ذاكرة الإفريقية المشتركة وإبراز عمق الروابط التاريخية بين الجزائر وإفريقيا. وبالمناسبة أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بيغا أن ذاكرة إفريقيا لن تكتمل إلا باستقلال الصحراء الغربية، وهو عهد كل إفريقي حر وفي لشرفاء القارة. أبناء هذا الوطن، أصدقاء القيم الإنسانية، تأتي فعاليات هذا الملتقى الدولي للخروج بتوصيات مشتركة تعزز أواصر التعاون بين الجزائر والقارة المضيافة، مكرسة عنوان الانتماء وتعالق الهوية المشتركة والهم الموحد بين دولها. نشرتنا مستمرة وتتابعونا فيها. في اقتصاد اليوم، البنك الدولي يثمن الخطوات التنموية والاقتصادية التي حققتها الجزائر في مقال له نشره بعنوان الجزائر مسيرة طموحة نحو التنمية. وتتابعون أيضا المسبح شبه الأولمبي بيتندوف، وجهة الشباب المفضلة في فصل الصيف. يتجدد موعدنا مع النشرة الاقتصادية في تقديمها ميرا مداحي، أهلا بك. أهلا بك يا أميرة. مشاهدينا نلتقي بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل النشرة الاقتصادية. بداية، ثمن البنك الدولي الخطوات التنموية التي حققتها الجزائر والتي تجسدت عبر عدة إنجازات اقتصادية، مما سمح لها بالانتقال من فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى. وأوضح البنك في مقال له نشره على موقعه الرسمي بعنوان الجزائر مسيرة طموحة نحو التنمية، أن الجزائر اتبعت منهجا طموحا في درب التنمية المستدامة، مرتكزة على دعائم القدرة على الصمود والابتكار والتحديث الاقتصادي، محققة إنجازات بارزة هذا العام. كما لفت البنك الدولي إلى أن الاقتصاد الجزائري قد حقق نموا بنسبة 4.1% في 2023، وكان المحرك الرئيسي لهذا الارتقاء هو المراجعة الشاملة لإحصاءات الحسابات القومية، والتي شملت توسيع تقديرات الاستثمار وتغطية أدق للاقتصاد غير الرسمي.
دشن اليوم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب المصنع الجديد لاستخراج ومعالجة فلاتس باث في عين بربر بولاية عنابة، والذي يبلغ مساحته 33 هكتارا، ويعد المصنع مؤسسة وطنية ومموناً رئيسيا في الجزائر بهذه المادة بقدرة إنتاجية تقدر ب 90,000 طن سنويا. وتستخدم هذه المادة في العديد من الصناعات، أهمها صناعة الحراريات مثل السيراميك والخزف والزجاج ومواد الكشت وطلاء المعادن. الفلتسبات مادة أولية مهمة ذات قيمة إضافية عالية، تستعمل في عدة صناعات منجمية وصناعات كذلك الخزف البلاط والزجاج. فهذه المادة كنا نستوردها من الخارج معظمها، المارشي ناسيونال يعني السوق الوطنية يستهلك 120 ألف طن من هذا المادة سنويا. هذا المصنع فقط وحده يصنع 90,000 طن من هذا المادة، وفي مصنع ثاني قريب 30,000 طن، وهكذا راح مع تطوير هذا المصنع راح نقضي نهائيا على فاتورة الاستيراد. أكد وزير التجارة وترقية الصادرات طيب زيتوني أن إنشاء مجلس شراكة بين كل من المجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أوتيكا والاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة في ليبيا سيساهم في زيادة الاستثمارات البينية ورفع حجم التبادلات التجارية بين دول ثلاث. رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولا أوضح من جانبه أن الاتفاقية التي تمت توقيعها من طرف جمعيات أرباب العمل تتضمن جملة من المخرجات، أهمها إنشاء مجلس شراكة بين جمعيات أرباب العمل للدول الثلاثة ستساهم في تعزيز العمل المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي في المنطقة. عمل تكميلي لمسار الاتفاق اللي عمله سيد رئيس الجمهورية في تونس مع إخواتنا ليبيين وتونسيين، اليوم فيه شطر اقتصادي، اليوم فيه لقاء بين الباترونا الجزائري والتونسي والليبي باش يكون فيه يعني تقارب اقتصادي، باش يكون فيه إن شاء الله سوق واحد وموحد لاقتصاد يعني أقوى بين ثلاث بلدان، ولكن سوق مش تبادل سلع فقط، ولكن سوق فيه استثمار، فيه خلق ثروة، فيه خلق مناصب شغل لشباننا جزائريين ليبيين وتونسيين. مسار الرقمنة تعززه جملة الأفكار المبتكرة التي تتطور إلى مؤسسات ناشئة منتجة، ومن بين نماذج المؤسسات الناجحة تلك التي برزت خلال تحدي الأعمال لحاملي المشاريع بولاية عين تيموشنت. مختار مذكور وتفاصيل. بجامعة بلحاج بوشعي بعين تيموشنت يروج نزار لمشروعه المبتكر المتمثل في اختراع رجل آلي يعمل على فرز النفايات، مشروع من بين عشرات الأعمال الابتكارية التي عرضها طلبة قادمو من مختلف جامعات الوطن ضمن لقاء تحدي الأعمال. جيتي أنا روبوت جمع النفايات يقوم بفرز النفايات. مشروعنا راهو لابيليزي، عندنا زوج أنواع تاع روبوت، عندنا روبوت يكون في أي مكان يمشي، وعندنا الروبوت اللي في الماء. صناعة منتوج، هذا المنتوج أولا هو متوفر ولكن يتم استيراده من الدول الأوروبية. احنا قلنا لما لا نشجع المنتوج المحلي. هذا المنتوج لديه عدة استعمالات، من بين هذه الاستعمالات هي الكشف على التسربات المائية. مشروعنا هو خاص بتصفية المياه المصانع والمنازل، نستخدم أساسا في هذه التصفية نستخدم منتوج طبيعي 100% وعضوي الذي نستخلصه من نفايات المصانع الغذائية. حاضنة الأعمال الرقمية من الهيئة التي تعنى بتطوير المبادرات الابتكارية، من أهدافها الرئيسة مرافقة حاملي المشاريع. كاين مشاريع ما شاء الله، وحتى انه مش غير الكونتوني تاع المشاريع، حتى لا بوستور تاع هذا الطلبه فريمون عندهم هذيك مواصفات اللي الشخص اللي رايح ينجح في مجال المقاولاتيه. هذا التحدي هو التحدي الاول منه على المستوى الوطني،
اللي احتضنتها جامعه عين تيموشنت. هذه المشاريع تم اختيارها على حسب معايير محدده، نذكر منها يجب ان تكون لها وسام لابيل او يكون لصاحب المشروع نموذج أولي حول الحل الذي سيقترحه لهذه المشاكل. لقاء تحدي الأعمال وضمن برنامجه السنوي سلسلة من الندوات التي تشمل جامعة الوطن ضمن مقاربة تعتمد على تطوير الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مؤسسات ناشئة. ننتقل الآن إلى عرض لأسعار بعض المنتجات الفلاحية التي سجلت نهار اليوم. إلى تداولات بورصة الجزائر وأهم المؤشرات التي سجلتها اليوم. عرفت أسعار النفط العالمية اليوم انخفاضا للجلسة الثالثة على التوالي وسط توقعات بارتفاع مخزونات النفط الخام ووفرة الإمدادات وضعف الطلب. هذا وانخفضت أسعار العقود الفورية لخام برنت إلى 82 دولارا وصفر 8 سنت للبرميل، كما انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 78 دولارا و8 سنتات للبرميل. ارتفعت أسعار الذهب في السوق الدولية اليوم مع استقرار مؤشر الدولار، بينما يترقب المستثمرون هذا الأسبوع بيانات اقتصادية أمريكية بشأن خفض أسعار الفائدة، وارتفعت أسعار العقود الفورية للذهب إلى 2406 دولارات للأوقية، كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب عند 2407 دولارات للأوقية. ختام الاقتصاد بعرض لأسعار صرف بعض العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري. مشاهدينا، نشرتنا الاقتصادية تمت. السلام عليكم. أخبار الخامسة متواصلة، وعودة إلى أخبار الوطن. وقصد الرفع من درجة الوعي والالتزام المدني بالمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، احتضنت ولاية وهران فعاليات ملتقى جهوي تناول دور المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية التشاركية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. أبو بكر منصوري. التشاركية ما هي؟ ما المقصود بها؟ تعتبر الديمقراطية التشاركية شكلا جديدا من أشكال التمكين السياسي الاستراتيجي الذي يختصر للمواطن الطريق ويجعله يشاركه بشكل مباشر في صناعة واتخاذ القرار، وهذا ما تسعى إليه فعاليات المجتمع المدني كخطوة استراتيجية تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية. لقاء اليوم يندرج ضمن تطوير قدرة الشباب الذي يدخل دائما في إطار شبكة الديمقراطية التشاركية، وموضوع اليوم هو تعزيز قدرة الشباب ومرافقتهم في الحياة الاجتماعية. الهدف من هذا اللقاء هو تعزيز قدرات قيادة المجتمع المدني من أجل أن يصبحوا قوة اقتراح فعلية في المجتمع، ومن أجل أيضا المساهمة في السياسات المحلية. إن شاء الله في هذا النهار يكون يوم موعود ومشهود، يتفق الجميع على مسار تضامني اقتصادي اجتماعي في هذا المجال. نتمنى إن شاء الله لم الشمل من أجل مسار واحد. كما شكل هذا الملتقى رؤى جديدة وأبعاد وضعها المرصد فيما يتعلق بتعزيز دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة. نحن نتحدث على مرحلة مهمة تمر بها الجزائر، ألا وهي الاستحقاقات الرئاسية، فكيف يمكن أن نعزز التوعية المجتمعية في هذا الجانب والرفع من التحسيس حول العملية الانتخابية ومشاركة كافة فعاليات المجتمع المدني والشباب. اليوم إذا كنا نتحدث عن تنمية شاملة، ضروري فتح المجال أمام منظمات المجتمع المدني لطرح اقتراحاتهم ومشاريعهم لتشجيع المبادرة الفردية والجماعية، أيضا لفتح مجال المنافسة بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني. ويهدف هذا اللقاء المفتوح إلى تقديم بعض الأفكار والآراء لترقية وتعزيز العمل الجمعوي وإيجاد آلية تواصل فعالة بين المرصد والجمعيات الفاعلة لتحقيق الأهداف المرجوة. في الشأن الدولي، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، استشهد 16 فلسطينيا إثر غارات صهيونية استهدفت اليوم مدينة غزة ومخيم جباليا شمالي القطاع، فيما تشهد منطقة الحي السعودي وتل السلطان غرب مدينة رفح
قصفا مدفعيا عنيفا بالتزامن مع تجدد الغارات الصهيونية على المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس التي ارتقى بها أمس أزيد من 70 شهيدا وأصيب المئات، مما أجبر مئات العائلات على النزوح من المنطقة المستهدفة نحو المجهول. من جهة أخرى وبالضفة الغربية استشهد اليوم 5 فلسطينيين بينهم طفلتان خلال اقتحام آليات الاحتلال الصهيوني لحارة الحمام بمخيم طول كرم، كما ارتقى شهيدان برصاص الاحتلال في مدينة الخليل. هذا وتواجه الطواقم الطبية في غزة وعلى مدار الساعة صعوبات كبيرة في التكفل بالأعداد الهائلة من المصابين في ظل شح الإمكانات وانهيار المنظومة الصحية، ظروف صعبة ومعقدة لم تثني الطاقم الطبي الجزائري عن بذل أقصى الجهود للمساهمة ولو قليلا في التخفيف من آلام الجرحى. مراسل التلفزيون الجزائري من غزة وسام أبو زيد. استمرار الهمجية الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني نطل عليكم اليوم من داخل مجمع ناصر الطبي، ونرصد لكم كيف استطاع الوفد الطبي الجزائري أن يداوي جراح الفلسطينيين. في وقت كثف فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي من غاراته على مدينة خان يونس جنوبي القطاع، كان الأطباء الجزائريون يجولون بين الأقسام بمجمع ناصر الطبي لمداواة الجرحى الفلسطينيين في مهمة إنسانية استمرت 19 يوماً واختلطت فيها مشاعر الأخوة والعروبة لإنقاذ المصابين. الوضع صعب جداً أكثر ما كنا نتصور، يعني الليلة البارح كانت تبدو هادئة ثم استيقظنا صباحاً على مجازر والجو منذ الصباح باكراً لم نتوقف عن استقبال الجرحى والشهداء والله المستعان. الوضع في الشمال صعب لكن عدد الإصابات والقتلى هنا أكثر، يعني الشهداء نحسبهم كذلك. ومن داخل غرف العمليات وجدنا أطباء جزائريون لم يكلوا ولم يملوا وواصلوا العمل ليل نهار لإجراء سلسلة عمليات دقيقة وعاجلة للمصابين أنقذت فيها العديد من الأرواح وخففت من الضغط على الطواقم الطبية الفلسطينية المنهكة بسبب العدوان الإسرائيلي. صراحة أنا عدد كبير العشرات تم استقبالهم في الطوارئ، حالات بتر يعني كثيرة، شهداء يعني ما جاءوا أصلا على المستشفى، فصراحة الوضع هذا القصف يعني طال كل أحياء خان يونس يعني تقريبا بلا استثناء. فوصول أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى إلى مجمع ناصر الطبي كان أكبر من طاقة المستشفى وأقسامها رغم كل المحاولات، وبات الحصول على فرشة أو سرير للمريض هي من المهمات المستحيلة التي تواجه الأطقم الطبية. لا يوجد أسر، وانظر هنا حتى حالات العناية المركزة لا يوجد فرشات في المجمع. أبسط حقوق المريض أن يتم وضعه على فرشة، كما ترون لا يوجد حتى فرشات أو أغطية. هذه الأغطية يتم إحضارها من قبل الأهالي بأنفسهم من بيوتهم. فالأطباء الجزائريون تمكنوا خلال الأسابيع الماضية من إنقاذ أرواح مئات الفلسطينيين، خاصة في ظل عدوان إسرائيلي مستمر للشهر العاشر على التوالي على كل المحافظات الفلسطينية. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. تعزيزا لأواصر التضامن مع الشعب الصحراوي، حل بولاية تلمسان الساحلية الفوج الأول والمتكون من أزيد من 50 طفلا من أطفال الصحراء الغربية لقضاء عطلتهم الصيفية بالمخيم الصيفي الصداقة والاستمتاع بأجواء الصيف. أمين مسعودي. من ولاية الدخلة بالجمهورية العربية الصحراوية إلى هناين الساحلية بولاية تلمسان، أزيد من 50 طفلا من أبناء الصحراء الغربية حلوا بالمخيم الصيفي الصداقة. أجواء مميزة، نشاطات ترفيهية وبرنامج ثري. جاي المخيم الصيفي للصداقة هنا بدائرة هناين بولاية تلمسان. الحمد لله هنا موفرنا كل الإمكانيات، نأكل مليح ونرقد مليح، موفرنا كل الإمكانيات نعدل النشاطات ومنها نقسو البحر. استقبال زين، صحق مع الجماعة اللي جيناهم وعدونا لا شيء زي الحمد لله، ولا موفرين لنا كل شيء والخير موجود، والتركة مولي الحمد لله والله إلا راديو. المهم لا الأطفال من يتعود تلعب بذي الظروف اللي ما هي عندها، وعندنا الحمان والحال الصعيب الحمد لله.
هنا ظروف كاملة متوفرة حامدين مولانا. هناك يعني يوم يعني مخصص للسباحة بشكل يومي، وكذلك هنالك يعني أنشطة بداقوجية. ولراحة ضيوف الجزائر كل الظروف جهزت لقضاء عطلة صيفية ممتعة بهناينة. عندنا تقريبا دفعتين، كل دفعة فيها 60 شاب وشابة، فيها يعني الولاية تكفل بكل مستلزمات لهذه الفئة هذه إن شاء الله، ونتمنوا لهم إقامة طيبة بجربنا في تلمسان، وحنا إن شاء الله كل سنة نستقبلهم ونوفر لهم كل الأمور اللازمة إن شاء الله. المبادرة تهدف إلى التعاون وتعزيز أواصر المحبة والأخوة بين البلدين الشقيقين الجزائر والجمهورية العربية الصحراوية. ومن الوجهات المفضلة لأطفال ولاية تندوف للترويح عن النفس خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، المسبح شبه الأولمبي الذي يعد مكسبا حقيقيا للولاية، إضافة إلى مشاريع شبانية أخرى على غرار مخيم الشباب المندرج ضمن البرنامج التكميلي الذي منحه رئيس الجمهورية لقطاع الشباب والرياضة بتندوف. عمار تواجين. المسبح شبه الأولمبية الوجهة المفضلة لأطفال تندوف وسط نشاطات ومسابقات ترفيهية. الحمد لله الحرارة الحمان نجو نعوم هنايا، البرد ما كاش، البحر نجو نعوم في لابيسين تبرد. فرحان مليح وحلونا لابيسين ونقية بزاف، نعوموا بالكارطات ومليحة. أجواء زينة، رانا نعوموا أنا وصحابي أفسن قيم ريق ولا باس الحمد لله. ليعد هذا الفضاء إحدى البرامج الموجهة للأطفال خلال هذه الصيفة. أول محور هو محور المخيمات الصيفية، والمحور الثاني هو محور السباحة الحرة، والمحور الثالث محور الأنشطة الشبانية والثقافية. بينما استفادت الولاية من عديد المكاسب الشبانية المسجلة ضمن البرنامج التكميلي. تندوف استفادت من مخيم كبير ومخيم الشباب 400 سرير الذي رانا نشافنا في مرحلة متقدمة في الدراسة من أجل الانطلاق في إنجازه إن شاء الله. من ناحية أخرى استفادت في إطار البرنامج العالي من مسبح له كل المواصفات، مسبح شبه أولمبي. هي فسحة ترفيهية للتنفيس عن أطفال الولاية وإضفاء أوقات ممتعة لهم خلال هذه الصائفة. ونختم خامسة اليوم من محطة القطار العتيقة بوهران، التحفة المعمارية والمعلم السياحي الذي لطالما أبهر الزائرين والسائحين بخصوصية هندسته وجمالية زخرفته. وهيبة علالي. محطة القطار بوهران، هذه التحفة المعمارية التي تجاوز عمرها 100 عام، صممها المعماري ألبرت باليو متخذاً الطابع أنيوموريسكي في بنائها. يعود بناء تاريخ هذه المحطة بتاريخ 4 فيفري 1857، وإلى أنه تم الشروع في بنائها حتى سنة 1908، واكتمل بناؤها سنة 1913، أين تم فتحها رسمياً للمسافرين من أجل نقل المسافرين. ويعود فكرة بناء هذه المحطة إلى المهندس الذي ينتمي إلى المدرسة النيوروميسكية ألبير باليو. هذا المخزون الحضاري والثقافي جعلها تصنف ضمن التراث التي تسخر به الجزائر، وصنع منها مقصدا للزوار. تحفة كبيرة، كتير كبيرة، وإن شاء الله نتمنى تقعد كما راهي ويزود يستحفظوا عليها. مكسب كي تصنفت ضمن التراث، هذا مكسب المدينة وهران والناحية الوطن ككل، مكسب للوهران ومكسب للجزائر كاع، ونفتخروا بها. رانا مفتخرين بالمحطة تاعنا تاع وهران، وراهم يزوروها من كل ولايات. يومين نجي، وحتى راني لحقت هاولة ولد بنتي ونجيبه يومين غير باش ندور به هنا لداخل في لاكار هذاك. جنا ملف تصنيفها في بداية السنة 2024، وحظي بالموافقة مع اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية الأسبوع الماضي. صنفناه لعدة قيم، نذكر منها اللي هو رمز للثورة الصناعية، منجز من طرف يد عاملة أهمها جزائرية آنذاك. وستظل هذه المحطة العريقة من بين أهم المعالم السياحية والتاريخية التي تسخر بها عاصمة الغرب الجزائري الباهية وهران.
بهذا نصل إلى ختام النشرة. إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، وضمن اللقاء إشادة بدور الجزائر الهام والريادي في إرساء الأمن الإقليمي. رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يؤكد أن الجزائر ماضية في تعزيز المسعى الإفريقي المشترك لدحر الإرهاب والوقاية منه خلال استقباله قائد الأفريكوم. السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تواصل عملية تدقيق ومعالجة استمارات الاكتتاب الفردية للترشح للرئاسيات، والمحكمة الدستورية تذكر بكيفية تقديم الطعون في قرارات رفض الترشيحات. ضمن الجهد التنموي في المناطق الحدودية، مشاريع تنموية حيوية بالطارف ومحطة جديدة لإزالة شوائب مادة الحديد من المياه الجوفية بإليزي. بهذا نصل إلى طي أوراق النشرة. السلام عليكم.